مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. أهالي الناجين من حادثة سجن دمار، أقاربنا المصابون بالقصف نقلوا إلى سجون لا نعرفها. وفي عدن الغد الانتقالي يعلن عدم مسؤوليته عن الخدمات والرواتب في عدن. وفي الأخبار المنوعة، شركة صينية تستنسخ 40 كلبا وتعيدها إلى أصحابها. كل من يراهم يقول لهم لقد كتب لكم عمر جديد، فبعد أن فقدوا معظم زملائهم في معتقل الحوثيين بذمار كتب لهم النجاة، لكنهم ما زالوا معتقلين وكأن شيئا لم يحدث. وفقا لموقع بلقيس، ناجون من قصف التحالف لمعتقل ذمار يتحدثون لبلقيس عن الواقعة بصوت خافت يصحبه أنين الألم جراء إصابة ناظم عبد ثابت بغارات التحالف على أحد السجون في مدينة ذمار الأسبوع الماضي. تحدث لبلقيس قائلا: لا أدري ما الذي حصل بالتحديد، كل الذي أعرفه أنه كان أو عندما كنا جلوسا نستعد للنوم عند الساعة 12 عند منتصف الليل سمعت اضطراب صوت صاروخ وانفجار كبير في المكان الذي كنا فيه، وتحديدا داخل العنبر الذي يحتوي على 100 شخص معتقل في الطابق الأول و150 شخصا في الطابق الثاني. يتابع ناظم: أغمي علي ولم أتذكر ما حدث بعد تلك الغارة إلى حين وصلت المستشفى بعد ساعات من القصف. ويضيف: الصليب الأحمر كان قد زار المكان مرتين منذ اعتقالنا قبل 3 سنوات، لكنهم لم يعملوا أو يقدموا لنا أي شيء. خالد حفيظ هو الآخر، تحدث لبلقيس عن أخيه الذي أصيب في القصف وقال: أحمد الله أنه كان يتحرك وسليم في المستشفى قبل نقله من قبل الحوثيين من معتقل مع بقية السجناء إلى مكان آخر لا نعلم عنه شيئا. طلب خالد الصليب الأحمر بمتابعة حالة الجرحى في قصف التحالف والعمل على تيسير إطلاق سراحهم من سجون الحوثيين كونهم أبرياء وتم اختطافهم من منازلهم جميعا وهم ليسوا أسرى حرب. عندما يزيد عن أو قبل ما يزيد عن عقد من الزمن عاد مواطن من حجة إلى منزله بعد هدنة مع ميليشيا الحوثي، وبمجرد أن فتح باب المنزل حتى تمزق بدنه بفعل لغم مربوط بالباب. ومنذ ذلك الحين خصص الحوثيون فرقا لصناعة وزراعة الألغام في كل مكان وصلوا إليه. وعنون موقع الصحوانت: تفكيك قرابة 3000 لغم حوثي خلال أسبوع واحد. وينقل الموقع عن مشروع مسام لنزع الألغام قوله: إن فريقه الميداني نزع خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2956 لغما وذخيرة غير متفجرة زرعتها ميليشيا الحوثي المتمردة. وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي في بيان نشره موقع مسام أن فرق المشروع الهندسية نزعت خلال الأسبوع ذاته 2544 ذخيرة غير متفجرة و53 عبوة ناسفة. وأضاف أنه تم نزع 350 لغما مضادا للدبابات وتسعة ألغام مضادة للأفراد خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر. وأوضح القصيبي أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018 ولغاية يوم 6 سبتمبر بلغ 87,781 وتنوعت بين ألغام وذخائر غير متفجرة وعبوات ناسفة. نقمة. تحت هذا العنوان كتبت بروين حبيب مقالها في صحيفة القدس العربي مضيفة: إنما تحويه الكتب ليس مجرد أشعار رومانسية وقصص مسلية، بل ذاكرة إنسانية بأكملها، ذاكرة لا تسقط المختلف ولا أسئلة الشك ولا مسارات الحضارات المتنوعة في العالم. إنها شرائح صغيرة لذاكرة جماعية لسكان هذه الأرض، وهذا يناقض تلك الأيديولوجيات الضيقة التي تريد فرض وجهة نظرها الفريدة وجعلها نمط تفكير موحد للجميع، وهذا طبعاً ضرب من الجنون. فحتى أبناؤنا الذين من صلبنا نعجز أن نجعلهم نسخاً طبق الأصل عنا، فكيف يعتقد البعض أن زرع فكر مشترك بين جماعات مختلفة ممكن؟ حتى الحروب الأعنف في التاريخ لم تقتلع ذلك الاختلاف والتطور المتباين بين الشعوب ثقافياً وعلمياً وما يليه من تطور في أنماط الحياة نفسها. والدليل أن المحارق الكبرى لمكتبات عظيمة عبر التاريخ لم تحقق غايات أصحابها أبداً.
إن الأمر هنا لا يتعلق بطقس ديني فقط، حتى إن كانت جذوره كذلك، إنه أبعد من اقتلاع معتقد وزرع غيره، بل هو استيلاء مبرمج على ذاكرة شعب ما ثم تعطيلها تماماً، فكل عملية حرق تسبقها عملية انتقائية لنهب مخطوطات ثمينة نعرف جميعنا أين نجدها اليوم مبعثرة في متاحف عواصم العالم الشهيرة ومكتباتها المهمة. الأمر برمته ليس نظيفاً، فإحراق كتاب يخفي نقمة قمة في الفضاعة. بالطبع بإمكان أي شخص أن يحرق كتب مكتبته ويرمي بها في مدفأته، لكن الأمر يصبح خطيراً حين يتم إحراقها علناً مع رسالة أيديولوجية ما، فتدمير كتاب في حد ذاته لا يستحق كل هذه النقمة الحادة، فقد تم عبر مئات السنين قتل كتب في زمانها بلفت النظر لأخرى بشكل مقصود، كما قتل كتاب بلجم أقلامهم بالطريقة نفسها بوضع الواحد منهم في مقارنة دائمة مع كاتب آخر وتفضيل هذا الأخير عليه، وقد انتهى كتاب في عمر باكر فقط بسبب هذه اللعبة الإعلامية الوسخة. لكن حرق الكتاب علناً جريمة تطعن الكتاب والقراء والمفكرين والشمس المشرقة في السماء ونبض الحياة في مجتمع كان يتنفس من خلال كتبه. الانتقالي المدعوم إماراتياً احتل جميع المرافق وسيطر على العاصمة المؤقتة، ولديه الآن شك وعبر عنها أحد ناشطيه وفقاً لعدن الغد. ناشط في الانتقالي: الانتقالي غير ملزم بتوفير الخدمات ولا الرواتب، وعلى من يطالبون بها أن يخجلوا من أنفسهم، وبذات اللهجة التي خاطبت بها ميليشيا الحوثي اليمنيين قبل 5 سنوات. قال الناشط في المجلس الانتقالي إياد الردفاني إن المجلس الانتقالي غير ملزم بصرف أي مرتبات أو توفير خدمات في الوقت الحالي، وأكد الردفاني أنه يتوجب على من يطالبون الانتقالي توفير الخدمات أن يخجلوا من أنفسهم، وأضاف بالقول: في المرحلة الراهنة الانتقالي ليس ملزما بتوفير الخدمات ولا حتى الرواتب. الانتقالي يخوض حربا مصيرية، يخوض حربا نيابة عن كل مواطن جنوبي، حرب استعادة الكرامة الوطنية. وتابع عتابه لكل من أصبحوا فقراء وبلا رواتب ولا خدمات: ألا نخجل من مطالبة الانتقالي بالكهرباء وعشرات الآلاف من مقاتليه في الصحراء والجبال يعانون من الحر الشديد ويختلط طعامهم بالأتربة والرمال دفاعا عن الوطن وكرامته؟ ألا نخجل من مطالبة الانتقالي بالخدمات ونحن نعيش آمنين في منازلنا وإلى جانب أطفالنا وزوجاتنا؟ فبدلا من المطالبة بالخدمات يفترض أن نكون إلى جانبهم في الجبهات. نفت الحكومة اليمنية أي مسؤولية لها في تردي خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، محملة مسلحي الانتقالية الجنوبية المدعوم من الإمارات مسؤولية ذلك. وعنونا موقع المصدر أونلاين: مصدر حكومي: تمرد الانتقالي عطل جهود توفير الكهرباء في عدن. وكان المجلس الانتقالي الجنوبي اتهم الحكومة الشرعية بالوقوف خلف الانقطاعات المتكررة للكهرباء في عدن الخاضعة لسيطرتهم، وذلك عبر رفض توفير المشتقات النفطية لمحطة الكهرباء، وهو ما نفاه المصدر المسؤول قائلا إن الحكومة حرصت على ولا تزال على عدم تحويل الخدمات الأساسية للمواطنين كمسؤولية وواجب وطني إلى ورقة للمزايدات السياسية. وعاد المصدر المشكلة إلى التمرد المسلح الذي نفته ميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي وما تبعه من التطورات الأخيرة، والتي أوجدت حالة من عدم الثقة لدى موردي المشتقات النفطية لتزويد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الوقود، وامتنعوا عن الاستمرار في تقديم خدماتهم مشترطين بأن يكون الدفع فوريا على خلاف ما كان سابقا من تقديم تسهيلات ل 180 يوما للسداد. وأكد المصدر أن الأحداث الأخيرة عطلت جهود الحكومة بسبب تدخلها في عمل مؤسسات الدولة وأحدثت تدهورا كبيرا في مستوى الخدمات بما فيها خدمة الكهرباء، رغم ما تحقق سابقا من نجاحات كان المواطنون قد لمسوا نتائجها بشكل ملحوظ وساهمت في تخفيف حدة الانقطاعات إلى أدنى مستوياتها بحسب الموارد المتاحة. في عواقب السياسة الخارجية الإماراتية تحت هذا العنوان كتب علاء بيومي مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد.
منذ الربيع العربي والسياسة الخارجية الإماراتية تدور في فلك غير معتاد عربي، حيث مثلت الإمارات ما يمكن تسميته رأس حربة المعسكر الرافض لانتفاضات الجماهير العربية ورغبتها في التغيير الديمقراطي، حيث اتسمت السياسة الإماراتية بقدر واضح من الأحادية جعلها تتمايز عن إن لم تتصادم مع أقرب حلفائها الإقليميين وهي السعودية. ولعل من أبرز سمات السياسة الخارجية الإماراتية الاهتمام الواضح والمنظم ببناء مقومات القوة الصلبة والناعمة وطغيان الأولى على الثانية خلال السنوات الأخيرة من خلال التوجه المتزايد إلى عسكرة السياسة الإماراتية عبر الإقليم. عمدت أبوظبي إلى التدخل في شؤون الدول العربية خصوصاً دول الربيع العربي لتقويض المد الديمقراطي سيما في مصر وليبيا واليمن وغيرها، وتميز ذلك التدخل بعدوانية فجة. في مصر دعمت الإمارات الانقلاب العسكري على التحول الديمقراطي بأكثر من 20 مليار دولار، وساندت انتهاكاته الجسيمة حقوق المصريين، وتعد الإمارات من أهم الداعمين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والتي لا تعترف بالحكومة الليبية المعترف بها دولياً. وفي اليمن دعمت الإمارات بالمال والسلاح ميليشيات جنوبية انفصالية لمنافسة سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في جنوب اليمن، إلى درجة دعم انقلاب تلك الميليشيات وشن هجمات جوية ضد قوات الحكومة اليمنية الشرعية. هذا بالإضافة إلى نزعة توسعية دفعت الإمارات منذ العام 2015 إلى بناء قواعد عسكرية ومعسكرات تدريب في بعض دول القرن الأفريقي مثل جيبوتي وأرتريا وأرض الصومال لدعم عملياتها العسكرية في اليمن وقدرتها على بسط النفوذ. نطالع من صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً عن صفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا منذ بداية الحرب في اليمن، وعنوانت الصحيفة: بريطانيا تجني من صفقات السلاح للسعودية وحلفائها أضعاف مساعداتها لليمن. ويشير التقرير إلى أن ما جنته بريطانيا من مبيعات الأسلحة إلى السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف عن مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في اليمن. فمنذ تفاقم الحرب الأهلية في اليمن انهار الاقتصاد وتفشت الأمراض المعدية وزادت معاناة اليمنيين. وتقول الصحيفة إن تقريراً حديثاً لمنظمة أوكسفام يشير إلى أن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه استرليني كمساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، مما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية. لكن التقرير يوضح أن ما حققته بريطانيا من مبيعات الأسلحة للتحالف العسكري الذي يقاتل هناك خلال الفترة نفسها بلغ 6 مليارات و200 مليون جنيه استرليني. وينقل التقرير عن المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام داني سيرسكان دراجة قوله أن موقف الحكومة البريطانية من اليمن غير منطقي تماما، فمن ناحية يدعم أو يقدم دعما لإنقاذ حياة الأشخاص الذين دمرهم الصراع، ومن ناحية أخرى يساعد في استمرار هذا الصراع بتسليح المتورطين. وتوضح كاتبة التقرير أنه على الرغم من إيقاف مبيعات الأسلحة لدول التحالف وعلى رأسها السعودية بعد قرار محكمة الاستئناف العليا البريطانية في يونيو القاضي بأن مبيعات الأسلحة إلى الرياض غير قانونية باعتبارها استخدمت في ضربات جوية أودت بحياة مدنيين في اليمن. ويختم التقرير بما قاله المدير التنفيذي لأوكسفام بأن ما يدفعه التحالف بقيادة السعودية يعد جزءا بسيطا من الثمن الحقيقي، إذ إن التكلفة الأساسية يدفعها ملايين اليمنيين. قال الدكتور نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني لصحيفة الشرق الأوسط إن الاتفاق مع البنك الدولي شمل تشجيع رؤوس الأموال اليمنية الموجودة خارج اليمن للعودة إلى السوق اليمنية وتسهيل تقديم تأمين الاستثمار من خلال وكالة ضمان الاستثمار، وترتيب لقاء موسع يشمل أهم رؤوس الأموال اليمنية بحضور مسؤولين من الميغا والبنك الدولي وزيادة حجم المساعدات في الدورة التمويلية القادمة وإعطاء أولوية للمناطق الآمنة.
وأضاف: اتفقنا مع البنك الدولي وقيادات المؤسسات التابعة له خلال الاجتماعات أو اجتماعات الربيع الأخير على تعزيز مهام البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق استقرار أسعار الصرف، وذلك من خلال توجيه مساعدات منظمات المجتمع الدولي عبر القنوات المالية الرسمية. وتابع: تمت الموافقة أو موافقة البنك الدولي على التدخل في محافظة تعز، ولكن جرى التعليق بسبب الأوضاع الأمنية الأخيرة. ووفقا للوزير العوج، تم فتح قنوات التنسيق والتعاون مع البرنامج السعودي لتنوية أو تنمية وإعمار اليمن، ومتابعة في ضرورة تمويل مشاريع ملحة ذات أولوية لدى الحكومة، وأهمها تزويد مديريات مختلفة في محافظتي أبين ولحج بمولدات كهرباء. التقرير الذي لم يقرأ تحت هذا العنوان كتب سمير عطالله مقاله في الشرق الأوسط حول الدور السلبي الذي تقوم به الأمم المتحدة تجاه الأزمات المشتعلة والتي يذهب ضحيتها آلاف المدنيين. ربيع عام 1994 سقط في رواندا ما بين 500 ألف ومليون ومئتي قتيل بالسواطير ما بين القبيلتين اللتين يتألف منهما البلد، الهوتو والتوتسي. كان الدكتور بطرس غالي أميناً عاماً للأمم المتحدة عندما وقعت المجزرة الرهيبة، وصرت كلما ألتقيه بعد ذلك ومن دون أن أطرح عليه أي سؤال يتحدث طويلاً في مرارة وندم عما وقع في تلك الدولة الأفريقية. وأعتقد أن المرارة بلغت به أن فكر في إنشاء قوة دولية عسكرية تضاهي القوة في الدول الكبرى من أجل الحيلولة في المستقبل دون مذابح مرضية من هذا النوع وبهذا الحجم الرهيب. صدرت عن المجزرة كتب كثيرة ووضعت كتب كثيرة أيضا، والآن نقرأ أنه قبل بدء المجزرة بأيام بعث الكونيل الكندي روميو دلامير رئيس القوة الدولية في العاصمة كيغالي بتقرير إلى كوفي أنان قائد قوات الأمم المتحدة في العالم، يقول فيه إن الدولة الرواندية التي تسيطر عليها أكثرية الهوتو تستعد لإبادة جماعية لأفراد قبيلة التوتسي وكل من يعترض على ذلك من المعتدين الهوتيين. استند الكونيل دلامير في تقريره إلى تفاصيل وضعها بين يديه مخبر لدى رئيس الجمهورية، شعر فجأة بالخوف وتأنيب الضمير ولم يطلب لقاء الإخبارية سوى الحماية له ولعائلته. وصل التقرير إلى كوفي أنان بالفاكس، ولا يعرف أحد حتى الآن إن كان قد اطلع بطرس غالي عليه أو ماذا حدث له في الدائرة العسكرية في نيويورك. ما يعرفه العالم هو أن مئات الآلاف من الناس كانوا يذبحون لمجرد انتمائهم القبلي، فيما كان العالم برمته مأخوذا في جدل تافه حول علاقة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بالمتدربة مونيكا لونيسكي. ألم تكن الأسرة الدولية دائما على هذه الدرجة من الخبث والتجاهل الإجرامي؟ سجلت مجازر رواندا في إرشيف المنظمة الدولية إلى جانب غيرها كابوس لا شبيه له في حجم اللؤم البشري، لا يوجد من يتحمل مسؤوليته. على مدار السنوات الماضية تمكنت شركة صينية كما تقول صحيفة البيان من استنساخ عشرات الكلاب، لكنها أخيرا فعلت شيئا مختلفا، استنساخ قطة. وفي تفاصيل أوردتها شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فإن الشركة استنسخت القطة بعد نفوق القطة الأصلية لرجل في العشرينيات من عمره قبل أشهر. وأضاف المصدر أن الرجل الذي يدعى هوانغ يا تواصل مع شركة استنساخ الحيوانات الأليفة بعدما فقد قطته المحببة في يناير الماضي طالبا نسخة أخرى منها. الشركة التي استنسخت 40 كلبا في السنوات الماضية لبت طلب هوانغ الذي قال إنه لم يكن بمقدوره الاستغناء عن قطة غارليك. وتمكنت الشركة من استنساخ القطة التي سميت بنفس الاسم من خلايا أخذت من القطة الميتة، ووضعت العينات في بويضات قطة، وجرى في النهاية إنتاج 40 جينا مستنسخا. تضيف الصحيفة: تكاليف العملية بلغت 35 ألف دولار، علما أن تكاليف استنساخ الكلاب السابقة وصلت إلى 53 ألف دولار لكل حالة. يعتصم الفرنسي توما براي منذ 4 أيام على شجرة دلب قبالة وزارة البيئة في باريس، احتجاجا على عملية قطع أشجار مقررة في المدينة التي يقيم فيها. وتعنون صحيفة الحياة اللندنية: فرنسي يعتصم على شجرة اعتراضا على قطعها. أوضح لوكالة فرانس بريس: لست مستعدا للنزول عن الشجرة، وهو يريد من خلال ذلك الاحتجاج على قطع أشجار في مدينة كوندون في منطقة غريس جنوب غرب فرنسا، حيث يؤكد أن البلدية تريد قطع 25 شجرة دلب تبلغ
120 عاما. ويقول الناشط البيئي إن قطع هذه الأشجار يتعارض مع بند في قانون البيئة يحظر المساس بصفوف الأشجار في الشوارع والطرقات باستثناء تلك المريضة أو التي تشكل خطرا أو استثنائيا لإجراء أشغال. وقالت الصحيفة إن الرجل مربوط بحبال وينام في أرجوحة نوم ويحصل على الأكل. كيف أوقعت بنا وسائل التواصل الاجتماعي؟ تحت هذا العنوان كتب زيغمو نيتباومان مقاله الذي أعاد موقع حكمة ترجمته ونشره. باومان عالم اجتماع بولندي يندد بالحقيقة القائلة أن فلسفة ما بعد الحداثة قد أدت إلى انهيار الصلابة، فاليوم لا مكان للمفاهيم الصلبة والثابتة إن كان كل ما حولنا مؤقت وعابر ومتغير. قدم باومان تحليلاً دقيقاً لوسائل التواصل الاجتماعي التي يعرفها بأنها فخ إنسان العصر الحديث الذي لم يزل يسقط به راضياً وسعيداً، وهو ما تتناوله هذه المقالة. يرى باومان أن مؤسس شركة فيسبوك يتغذى على خوف البشرية من الوحدة، فعبقرية مارك تكمن في إدراكه لمخاوف الإنسان الحديث. ففي العالم الافتراضي لا وجود للوحدة، هناك دوماً من يبدي استعداده ليقرأ لنا وليشاركنا اللايك معرباً عن إعجابه ودعمه. الفيسبوك كما يراه باومان هو بيت المرايا الذي تنعكس به صفحات الوجوه وتتردد به أصداء ما تود النفس سماعه، مما يغيب احتمالية قيام حوار ومشاركة إنسانية فعالة. بالإضافة إلى ذلك يأخذ تكوين وقطع العلاقات الشبكية ضغطة زر، تسود أنماط علاقات خفيفة العبء والكلفة وحوارات تأخذ شكل تفاعل مكتوب، بخلاف العلاقات الحقيقية التي تتطلب قدراً من المواجهة والتفاعل، مما يخلق وهم التواصل الإنساني إذ ليس إلا أصداء صوت وصورة خيال. تعمل وسائل التواصل على الحد من الخصوصية، فهي تدعونا لإظهار أنفسنا لنحاول تقديم أليق صورة ليراها الآخرون. إنه التجلي الأكبر لنزاعات الإنسان الحديث، حيث مملكة أهوائه التي يديرها حاكم مستبد يقرر من يقصي ومن يبقي. يرى باومان أن لوسائل التواصل تأثيراً حاسماً في ثقافة العصر الحديث، والتي يسميها بالثقافة السائلة، فهي كالفخ يصطاد عواطفنا وبقايانا الهشة، حيث تسود أنماط علاقات غير مستقرة بلا أعباء أو مسؤوليات، وأطياف أحاسيس تأتي اليوم لتنقضي غدا. تحمل هذه المواقع منافع شتى، إلا أنها تزيد من إحكام قبضتها يوما بعد يوم لصالح الأنظمة السياسية والاقتصادية التي تسيء توظيف قواعد البيانات لتحقيق مآرب وغايات محددة. صور من الطبيعة الأم لسكانها الأكثر تنوعاً وهم الحيوانات، التقطتها عدسات كاميرا محترفي صحيفة الغارديان البريطانية. نتابع. لكل إنسان الحق في التعبير وقول وجهة نظره، فهناك من يعبر بالكلمات والصور، وهناك من يستخدم الفن لنقل ما يعتقد. ومن بين هذه الفنون الكاريكاتير الذي أصبح أسلوباً لقول الكثير، مجموعة من الرسوم في جولتنا الأخيرة.
مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.